فقعد من جنب بوميان بشد عليه سميني مش عارف مين وقعد اتحركت فانا بقولها يا رب مين شايفك فطلعت عليها قلت طيب ما تعمل ايه؟ ما عندك حاجه اسمها عيب يا رب فجيت قلت لها قلت له لا مش عاوز مش عاوز ايه؟ قلت له تجاه لا قلت له مش عاوز لما شفت الاثنين جايين هذول برافقين ارانب في الاخره شو القصه؟ رح يطلع بنت الرئيس عبد الناصر Thank you.
بدي اقعد معهم احضر الجدول هذا يعني معهم مره طلب معنا فرق خمسة مش 95 91 يا تسعين لا تسعين طلع فرق 90 منين بنجيبها؟ دور عيد عيد ما في ما في مثل ما قلت لكم احسن شيء نجمع ارقام كافيه صار نعم اداها ثلاث مرات لقينا احنا صح وهم غنيين بالجبل بس ليش 90؟ كان يكون هذه الرقم اي فرق بين 300 الى 99 فهذا اللي صار بس انما احكي لكم صراحه هذه التجربه جعلتني مش بس فاهم النظريه الاقتصاديه دراسه ميكانيك الاقتصاد شايف كيف ميكانيك يعني صرت مش بس مهندس بيعرف الاله تشتغل لا بيقدر يشتغل فيها يفتحها يسكرها يعني يظبطها وانا لانه ذاكرتي قويه كثير الحمد لله فبحفظ الارقام بسرعه كانت حفظي للارقام في ذاك الزمان ساعد كثير. بس قديش مستوى النشاط الجمهور؟ قديش صار في رقم ميزان مدفوعتي؟ شو صار في هذا حافظ؟ هذه لفتت النظري، اول واحد لفتت نظري لي اللي هو الدكتور خليل السابع كان محافظ البنك المركزي. طبعا كان بخطر. شخصيه قويه. كان وكان عندنا مصطلحات كانت ليلى تقيس تتصل في قصف جو من دائرة كذا فكل الموظفين يضلوا الأولى ونحن كنا مستعدين بعدين سووا حاجة مش عارفين إنه جاي طلعوا أرباعك على وانا الهرسات فكوا إنه ده عايش إنه ليلة بس أنا عارف بس انا بدي اياهم يعرفوا اني انا جاي مشان اشوف شو عندكم بعد ما يستعدوا شو عندكم شو بيساووا. هي واز فيري سمارت بس فانا اصلا بنادي الصبح الساعه 4 او 5 الصبح مشان يسالني على بعض المصطلحات الانجليزيه شو معناها؟ لانه هو مش دارس اقتصاد ولم يكن استاذ اقتصاد وكان استاذ رياضيات حتى مثلا الكلمات اللي كانت بتغلب فيها كثير كلمتين جي دي بي شو جي دي بي؟ كل الناس الناتج المحلي الاجمالي ايش يعني؟ شو ممكن؟ كان بالنسبه لي كلمه جديده بس اسخن كلمه تقفلنا عليها اللي هي انفراستراكشر شو هذا الانفراستراكشر؟ وياك بوليتا ايه؟ بستعمل اسم من ظرف من تحت او فوق من فوق كيف تعمل اسم يا سيدي؟ بصير في فوق لنا فوقيه وهذا رجل فوقي في موجود في تفوق يعني شو عم يقول؟ قال له اصبر ثلاث سنين. طبعا الكل اخترع مش انه انا بقول لك اصبر ثلاث سنين. بعدين يوم من الايام صار قصه انهم بيروحوا على امريكا شو صار لهم نقد الدولي بيطلبوا منهم قرض بنجي فاسيلتي كانت اسمها انترناشونال كونسلتي فاسيلتي. الدنيا ايش؟ يوم خميس يوم سبت صندوق النقد الدولي مسكر وما في طريقه نسالهم كيف المعادله فبعثها للدكتور زياد كان رئيس قسم الدكتور زياد فارس بيقول شو Gracias.
حطوا يعني وقالوا ما في ان نعيش شوف وبعدين ولا واحد فيهم راضي حتى المسؤوليه انه هذا اجتهاد من احد الموظفين في دائره الابحاث. لكن مين هو هذا اللي يعاقب الشغله؟ اقول فلان اللي تعرف وعقاب المعارض ضغط عليه قول ما انت تقلب لي هذا الاطفال؟ شو بحكي لك؟ يعني صحيح كثير يعني مو كان يحب يستغل الفرصه. قلت له انت بتساوي زي اول ومش عارف الشغله بدك تفهمها وتسوي حالك فاهمها وما تحكي مش مين اللي تسوي يا مش راح اشرح لك